أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول نحن طلاب العلم المبتدئين، نعم، أو العوام، كيف تبرأ الذمم إن وقع منكر في البلد مع العلم أن السلطان لا يستقبلنا؟ ونرجو التوضيح. إذا أنكرتم باللسان ونصحتم ووعظتم العصاة يكفي هذا، تبرأ الذمم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان. وإذا منعكم السلطان من الاتصال به فأنتم معذورون، لكن انصحوا. أحد يمنعكم من النصيحة، ولا أحد يمنعكم من الموعظة، ما أحد يمنعكم فيها من هذا. إذا استعملتم الحكمة واستعملتم وتركتم العنف والشدة، ما أحد يمنعكم. نعم.